النقطة الأولى هو أن الأمة إذا وقعت فيهم خصومات ما يمشوش للقاضي، يفصلون فيما بينهم لأنفسهم، والقاضي اللي معهد الدولة يعاد 8 شهور ما جاتوش نازلة، يا مالا المحكمة تسكرت، وباش يخدموا البوكاتية وكذا، وهل مصلحتنا في ذلك ونشوفوا خدمة أخرى، وينتجون خيرا للأمة ويرفعون عنا الرشاوي والشر وتباير النحس حشاكم وما إلى ذلك. والأمر الثاني اللي عرفناه كيف أن الحاكم المتجبر حكم على الشيخ المسلم بزين ليظهر هكذا مفروضا بين الناس، فانسجمت معاه والأمة الكل من غير ما يأمرها حتى حد، وخلفوا الكل وهي النفس اللي يعملها الشيخ متاعهم. قولوا لا إله إلا الله. هذه جزيرة شربة، وكما كل مدينة بشربة في تونس، صفاقس وتونس، كل واحدة عارفة بالمشاهد هذه. وهذا الشارع هذا معروف جامع شرابة، ما هو جامع شرابة ولا؟ يقولون يا ربي معروف جامع شرابة، ولكن يشوه التونس الكل. وأما بنعمة ربك فحدد. واحد قال لي اسمعوني مليح، واحد قال لي جيت ندخل لجماعك وخفت، واحد قال لي قالوا لي اللي يدخل غادي يذبحوه. قولوا لا إله إلا الله. والله كان ما دخلش مشيت الجمعة وشفت الشارع بتاعك وما دخلتوش خفت، علاه؟ قال لي قالوا لي نمشي من غادي يطلع سكيتا. لا اله الا الله، معناها تولي يطلع من الدادي وكل علاه من اللي ماضي يطلع السكاي. قولوا لا اله الا الله. هذه هي الاخوه وهذه هي المحبه. جزيره جمعة هذه تبنى عليها الكتاب هذا من بدايه حياتنا عام 71. كتاب هذا تكتب عام 71 ونخرج في كلية 49 بلجنة علمية راقية، وأجازته بحسن جدا، وطبعه معهد الآثار اليوناني واللي توا يسمى معهد التراث عام 75، وأتعب يتباع حتى نفد في السوق. فيسرنا المولى تعالى بأن نعيد طباعته، وعنا عام شهرين ونحن نراعيه في الطباعة إلى أن صدر في هذه الأيام. الأخبار اللي نقول لكم فيها على علماء شبه كلها موجودة لها، وموثقة بالميثاق العلمي وبشهادة عالمين، واحد تعرفوه بالباهي هو دكتور محمد الضربي. دكتور محمد الضربي ربي كان غريبين وكان شكرا، كان رجل غير العلم، الآن كبر 72 74 والإعلام يستغله، يختار الطيبة بتاعه باش يقول لك لا لله الشعب والكتاب ده في مدارس في الحكومة، يجيبوه العالم وهو رجل على ميادته، عالم من أعلم علماء تونس ومن أعلم علماء العالم، عنده الشهادة العالمية بتاع الأكاديمية الفرنسوية العالمية في الحضارة الإنسانية، ولكن شوهوا سمعتهم. نقول هداهم الله أجمعين، وأشرف عليه أستاذ اسمه منصف الشنوفي، والاثنان ما يزالان على قيد الحياة. فلذا الروايات اللي نقول لكم فيها ما ليش نطلع فيها من راسي، بحثت عنها في بطون الكتب، وهذا الكتاب أصله صفحة، أصله صفحة، صفحة هذه لعلها مصورة هنا، صفحة واحدة، ها هي، أصل الكتاب الصفحة هذه. عثرت على هذه الصفحة فيها أسماء علماء شربة عبر القرون اللي شدوا نظام الأزهر. في القرن السابع الشيخ البرادي، في القرن الثامن الشيخ فلان فلان، المشايخ الذين نتحدث عنهم وهم من علماء تونس الأبرار، إباضية شربيون تونسيون، ودرسوا في جربة ودرسوا أولادهم في جامعة تونة، وسيلة ذاتي هذا ما كانش جامع، كان مؤسسة لتعليم أبناء الشربيين وبريدهم في جامعة تونة، كان فيه من 40 طالب يبعثوهم من غادي ويتلهوا بيهم ويرعاهم، وكل هذه تشوفوا فيها كانت بيوت، والمصلى كان يسع 25 واحد. هذا هو الثاني. تحولت الامر وجاءت المبيتات الجامعيه، قلنا لهم يا وليدي انت عديزي، وفرجت المبيتات الجامعيه وحولناهم الى مسجد، وبعد ذلك الى جامع بدرقه،
يا بتوا صلينا جمعة تسألون ما بعد جاء لنا الحكومة قالت شو رايكم مش قانون فاحنا نعرفوكم ونصلوا واعطونا كما قال وخا جمال الترزي ورقة بين عندكم ورقة بين الآن كبقية الجوامع هذه تطورات لازم نعلمها ونعرفها. الوجه الإيماني اللي حاب نحدثكم عليه وضع عام 916 لهجرة الرسول عليه السلام. توا احنا قداش 1437 قداش عندنا من عام يحسبوا ليه؟ قال كل من طلبي هيا نعم 500 عام. الحدث هذا اللي نحدثكم عليه عنده 500 عام الذي وقع في جزيرة جبال. الحروب الصليبية تسمعوا بها النصارى الغلاة المتشددين ما يحبوش المسلمين. أول حاجة عملوها طيروهم من سيسيليا سيطلية بجوامعها وأئمتها وإمام سحنون كده صغير تغلغلوا عليهم وقووا عليهم الضرب حتى ويدوا سيطلية بعد الإسلام ولا الغربي يقولوا لي سبحان الله تابعوا إيطاليا عاشوا العالم الإسلامي وزيدوا بعد منها جزيرة الأندلس يقولوا توا في درس الموضوع 8 قرون وهي الاسلام واخرجوا شطر ضربه المريس وهربوا بجنودهم واللي عملوا توا قالت نصوا دستور كلهم جايين من هنالك فروا لانه اقاموا عليهم حصار اللي يبقوا عنده ورقه اسلاميه يحرق ولا يبقى ولا يذر. هذه هي النصرانيه المتجبره. الاسلام اواهم وأنزلهم وترك لهم كنائسهم وعمر رضي الله عنه أوصى بهم قولوا لا إله إلا الله. في هذه الحرب الصليبية كان يقودها واحد شيطان مارد اسمه دون بيدرو نافار. دون بيدرو نافار بالطلياني دون بيدرو نافار عزم على سحب السواحل في شرق إفريقيا كله وبدأ حربه انطلق من الأندلس ودمر سواحل المغرب ووصل الى تلمسان ووصل الى عنابه ووصل الى بوزرت ووصل الى حتروان ووصل الى سفاقس ووصل الى طرابلس احتلها جميعا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شهر الصيامه وشهر الجهاد في زوز حرب زوز فتحان شمر غزوة بدر الكبرى شو تقول؟ فتح مكة الاثنتان الحربان كانتا وكانا في شهر رمضان واحدة في 17 واحدة في 10 رمضان. لذلك جدير بنا ونحن نستقبل رمضان نتحدث عن الجهاد في سبيل الله. دون بدر نبار لما استخر في طرابلس كان ضوء نتاعه بروحه مش جلبة اختار 4 جيوش نتاعه وبعثهم في الحرب وقال لهم كلهم من الشباب استسلموا خير منهم. احنا جيش فيه 125,000 واحتل بلاد الكل قدمه صغيره 500 كيلو مربع شنو فيها؟ معناها نعفسوها من حتى رجلينا. ووصل الرسل في بقعه تو تسمى سيدي مرسيل اللي داخل من القنطره علي اليمين يبقى برج باين عالي مازال الاثار بتاع برج اشكاله برج تشتيل اللي منه انصار اشمال في المسلمين وبعدها جامع صغير اسمه سيدي مرسيل. وقعت المفاوضات هنالك جماعه جايين من قدرسين جوهم للشيخ علماء جربه علماء تونس الابرار رحمه الله عليهم الشيخ ابو النجاة يونس بن تعريف ابو النجاة يونس بن تعريف وابو زكريا يحيى سموني يقود الوفد ومعاهم وفد باهم جماعة عزاب لابسين الحولي مش كيما الجبنة بتاعي مذاب شوية الحولي اللي هو صوفي ويتعمل بالعقد هنا وقابلوا المجموعة هذه فاجئوا لهم الرسالة قالوا راه قائد الأسطول جيشنا في 125,000 يقولوا لهم استسلموا وكانوا فيه بخطاب وشدة وعمق قالوا لن نخرج إلا بعد أن تمشوا على جثثنا. الله الله أكبر
الآلاف المؤلفة. الاجتماع هذا من فات العهد كان في جامع تجديد، الجامع الجديد، جامع تجديد في حومة فلان. اجتماع العلماء ومجلس الحزام هنالك، وجندوا جنودهم، وهيئوا سلاحهم، وأرسلوا إلى إخوتهم يطلبون الدعاء. الدولة الحفصية عاجزة من كل الشعبية وكانوا يدعونا، والإخوة في نظام الجموش نفس الشيء قالوا يدعونا، وفي تلمسات في جبل النفوس كذلك، في جميع الجهات الإسلامية أرسلوا يطلبون الدعاء وختمات القرآن، واتفقوا على ختمة في موعد واحد. دعاء ختم يتعمل كما قولوا للجمعة من المغرب إلى العشاء في جميع الجهات. وتوكلوا على الله في جهة مينينكس على القنطرة، على طريق القنطرة، ورأوا الحشود النصرانية صف ورا صف، صف ورا صف، وهي تقطع تلك السبخة. وكان اليوم في شهر أوت كان يوما حارا أعان به الله تعالى المسلمين، لأن العلو جاءوا ما يعرفوش الحرب، هل وصلوا يعرفوا عن الله ويحتلقوا، ولكنهم الجيش دفعهم 25,000 جيش يجوا من صف بالألف، أحسن 25 صف، والصف الإسلامي كم؟ ألفٌ، ألفٌ صف مقابل 25 صف كل واحد بألف. الشيخ أبو زكريا أخذ اليسار، والشيخ أبو النجاة أخذ اليمين، هذا ما تروش في الأكاديمية العسكرية، تعلم مصارعة اللي يحضر بها الرسول عليه السلام في جربة، لأنه يعرف أنهم مهاجمون، وفي القلب جعلوا أمة قلب الأمة النابض من المشائخ الصلاحيين ومن المجندين لذلك، وبدأت المعركة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تزعزع الصف الأول النصراني لأنهم ناس مهاجرين وتحرقتهم الشمس، والصف الأول الإسلامي صامت. لما رأوا أن الضغط قوي عملوا خطتهم، اللي يتعب يمشي يرتاح، الصف الأول يتعب يمشي يرتاح، ما يوصلوا الطريق إلا بعد 24 صف، بعد نهارين. فرأوا القيادة على اليمين واليسار رأت أن الصف الأول ذهب ليستريح. الله أكبر، مجموعة قوية من الجناح الأيمن ومجموعة قوية من الجناح الأيسر جاءوا جانب الجيش وجاؤوا من الخلف، مجموعة جاءت من الخلف على اليمين، مجموعة جاءت من الخلف على اليسار. الجماعية هكذا ومدوا لجيهم يشربوا في الماء بتاعهم، وانقضوا عليهم هذا الجناح، حطوا عليهم ضربا وصراعا وما إلى هذا، ماتت عينيهم. الله أكبر، أبو النجاة يونس العليكي الذي كون جيلا وأسس جامعا كبيرا ونهض فيه نضالا مبينا، وشيخ الحكم شيخ السنوني من أسس السنوني متآثران. فألف مقابل كم؟ قولوا لي أحبب الفكر، مش تنسوها المعركة هذه، معركة مينينكس، معركة مينينكس التي وقعت عام 916 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حريتي بفضل فئة آمنت بالله ولم تستسلم. وكم من فئة قليلة غلبت بإذن من؟ قولوا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخبار هذه تلقوها موجودة كتاب والإتباع للسوق، وعندكم هنا في السوق جبتكم عند السوق يوم الجمعة، من يريد أن يشتري منه ليعرف أكثر عن بلادي التونسية وبلادي الجبرية فهو موجود يشتري.